هدى بتحط لي منيو وتقول لي اشتغل، وطبعا مفيش منيو بيخش غير لما اعدي على المخرج ويمضي عليه الاول، واجي انا بعد عنكم اجي اشتغل ابقى الاقي نفسي لايس، لا انا عارف راح فين ولا بتعمل لي كده، بتعمل لي حاجات كاتبه لي حاجات مش عارف اعملها ازاي. ما هو ربنا اللي بعين بقى، ربنا يستر وعدها على خير. اهو نعمل كده الاول، يمكن ربنا يكرمنا وتطلع معانا حلوه. طيب هو الواد مطلع البيض وبصومات ليه؟ انا عندي حاجه فيها بيض وبصومات ولا ناسي؟ سامع؟ ايوه قولي كده يا شيخ. معلش يا اخي كنت نعسان. اهو وانا يا ابني مش بني ادم برضو؟ حرام لما اخد تخفيله. يا ست جانا، يا صباح الورد. يا ست جانا صباح الهنا. صباح الهنا والورد والناس الحلوه. حاطط ايدي على قلبي من من يوم الخميس. لا انا حلقه يوم الخميس استمتعت فيها، بس يعني مش هقول لك ملاحظاتي. يعني خليك. الشيخ مين يا فندم؟ الشيخ مين؟ الشيخ سامي الدنها والمدام بتاعته. الشيخ خالد نجلاء. الشيخ سامي. سامي الشيخ سامي ونجلاء. ونجلاء ببنها بكفر شكر. في كفر شكر. ايوه كل سنه هم طيبين، وكل سنه حضرتك طيب، ونصلي مع الحاجه صباح في الشرقيه، والحاجه صباح بتصبح على حضرتك. صباح الفل، صباح الهنا على عيون حضرتك يا ست الكل. صباح الفل عليك يا ست الكل. كده هنا يا ست مروه. ازيك يا شيخ شربيني؟ صباح الخير عليك يا ست مروه. صباح الخير، ازي حضرتك؟ في نعمة. اتعلم منك والله حاجات كتيرة قوي. ده انا لو جبت حاجة من السما مش هكفي بعدي معاكم، لان لازم اعمل لكم احسن حاجة في الدنيا، واللي بقضي عليه بعمله والله يا ست. ربنا يخليك. عايزة بس اسأل حضرتك سؤال. انا عملت الزيتون المخلل، اه طعمه طلع حلو جدا وكل حاجة، بس لونه غامق، يعني مش فاتح زي اللي ورا حضرتك ده. مش ايه؟ لونه مش فاتح، لونه غامق. هو انا دلوقتي ده مش انا كنت عامله قدام حضراتكم ولا؟ اه انا عملته كده. هل ده بقى ان انا معنى كده مثلا ان انا الليمون كان قليل، او كان انا مش بعرف اظبط نسبه الملح للليمون؟ آه بص حضرتك انا كنت كل حاجه عاملها على الهوا. بص او ازاي يعني؟ مش عارف، مش عارف اركز مع اتصال حضرتك. طيب نرجع بقى هنا يا عم حسن. الو السلام عليكم يا ابو علي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شريف؟ ازيك يا عم حسن؟ ازي حضرتك كده؟ في نعمه والله يا ابني. والله انا قلت اتصل بس اسلم على حضرتك كده، انا بحبك جدا والله. صباح الفل على عيون حضرتك يا حبيب قلبي. صباح العسل. وكنت عايز ابعت اهداء من خلال حضرتك لاسلام الناجي وعمرو ايهاب واستاذه مها محمد عويس واستاذ مصطفى ساعده واستاذ علي الرباط حبيب الملايين. صباح الفل كلهم بيصبحوا عليك، وانا بضم صوتي لصوتك وبصبح عليهم وبقول لك صباح الهنا يا جميل، وتعيش وتجامل. اشكرك يا حبيب قلبي من كل قلبي. كده هنا يلا بقى نشوف هنعمل ايه. كده نحط دي كده الاول، نشيل ده ورا. دول الست وحدات اللي احنا هنفرش عليهم الليله بتاعتنا. ادي شويه زيت
كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. خليها تريح لوحديها. منك لله يا هدى. انتوا اللي بيساعدك جوه دوت اللي قاعد معاكي عايزين تعملوا فيه اي حاجه. عم احمد. ازيك يا عم احمد؟ حطوا عليه ملح وزيت زيتون او زيت ولفوه وغطوه وسابوه كده مثلا شهر شهرين. لما الملح مع الزيت تبل الزيتون نفسه من جوه تيجي تاكلها يا ابو حميد ما شاء الله عامله زي الزبده وطعمها جميل وبعدين مش ناشف يعني مستو انه ناشف. بس عجبني قوي عجبني قوي قوي لان اليونانيين قريبين مننا ومن اكلنا في حاجات كتير قوي كده. هنا يبقى ادي حبه الجبنه هم كده. مين يا زوزو؟ يا صباح الفل يا شيفنا. صباح الفل يا ست زوزو. صباح الفل عليك يا اجمل شيف. نهارك ابيض. بحيي حضرتك والقلوبيه كلها بتحييك. وايه الجمال ده كله يا شيفنا؟ لا هو الجمال بقى جمال حضرتك. ربنا يخليك لينا وتسلم ايديك على كل اللي بتعمله بصراحه. تسلمي لي يا ست الكل وربنا يكبر بخاطرك يا فندم. ربنا يخليك لينا وتسلم ايديك وتسمح لي بس اصبح على بنوتي سوسو. ربنا اتفضلي طبعا يا فندم ربنا يحفظها لك. ربنا يخليك. صباح الفل عليك يا سوسو وكل سنه وباباكي طيب عشان النهارده عيد ميلاده ويا رب يا رب تعود عليه الايام بخير وربنا يخليك ليا انت وباباكي. ربنا يحفظهم لك يا حبيبتي وخليك ليهم ودايما كده تصبحي عليهم بصوتك الجميل وربنا ما يحرمكم من بعض. ربنا ما يحرمكم من بعض يا رب يا رب يا رب. كده هنا اهو انت زهقت مني؟ خلاص خدت اللي انت عايزه؟ هستأذنكوا وسأسأ كده بحبة ال دول اخد دول اللي هيخشوا الفرن اديهم بس شوية جبنة على الوش كمان ده عشان تطر اللقمة كده معايا وتطلع شكلها حلو وفريش كده وايه ومنعناشة كده ومروقة الدنيا. يلا استأذنكم واخد فرن وادي فرن مولع اهو. هو مش مولع الطفه مش مشكله اهو وولع عليه كده. اول ما يسخن الفرن اروح مطفي عليه. محمد واقف معايا ولا حد واقف معايا غير ربنا سبحانه وتعالى. ادي يا عم الكب كيك اهو عشان بس بفهمك الدنيا ماشيه ازاي معانا. نخش بقى على السمك عشان احنا وجعنا دماغنا على الفاضي ومحدش